كيف يستطيع الكلب حمايتك قبل أن تولد؟ كلاب لطيفة. يذكر معظم مالكي الكلاب أن السبب الأول لاقتناء هذا الحيوان المحبب الوفي الذي لا يتوقف عن هز ذيله هو رفقته، والبعض يقتني الكلاب لأغراض المساعدة أو الحماية. انظر إليها، إنها رائعة، ولذلك ليس من المستغرب أن نتقبل بعض الصفات الأخرى الأقل جاذبية في الكلاب مثل أثار الأقدام المحلة واللعاب المتناثر في كل مكان. لكن هل تصدق أن اللعاب وغيره من القذارة التي تتسبب فيها الحيوانات الأليفة قد تصير ميزة لاقتنائها أيضاً، لا سيما للجنين في بطن والدته؟ تؤثر الكلاب والقطط أيضاً تأثيراً كبيراً على الميكروبات في منازلنا، حتى إن إقامة الأم في منزل به قطة أو كلب أثناء الحمل تقلل من احتمالات إصابة الجنين بالحساسية في مرحلة الطفولة بنسبة 30% تقريباً. يبدو ذلك عجيباً، ونحن لا نعلم سبب حدوثه على وجه الدقة، لكن التفسير الأرجح هو فرضية النظافة. هل تعلم أن معدلات إصابة أطفال طائفة الأميشة التي تعيش بالمزارع بالحساسية والربو أقل من المعدلات المعتادة في العالم الغربي الحديث؟ يعتقد العلماء أن ذلك يرجع إلى تطور أجهزتهم المناعية أكثر بفضل التعرض لتوليفة متنوعة من القذارة والبكتيريا والجراثيم وسط العلف المختمر وروث الأبقار وغير ذلك مما قد تجده في حظائر الحيوانات. من المكونات الرئيسية في الجهاز المناعي الخلايا التي تتعرف على الأجسام الغريبة وتبطل تأثيرها، سواء كانت بكتيريا أو فيروسات أو أعضاء الجسد المزروعة أو حتى خلايا الجسد نفسه التالفة. تشمل الخلايا السليمة في الجسد بروتينات مميزة تتعرف عليها الخلايا المناعية باعتبارها جزءاً من الجسم. أما الأجسام الدخيلة والخلايا المعتلة التي لا تحمل البروتينات الخاصة بالجسم فتميزها الخلايا المناعية بعلامة لتضعها تحت المراقبة الدقيقة. وإذا بدأت أي من تلك الأجسام التي لا تحمل البروتينات المميزة للجسم في إحداث أذى كبير فإن الخلايا المناعية ستهاجمها وتنتبه لأن تتصدى لها بسرعة وعنف في المستقبل. أي إن الخلايا تتعلم ببساطة أن تميز بين العابر المسالم والدخيل الخطير. لكن إذا أخطأ الجهاز المناعي في التعرف على جسم دخيل أو لم يتعلم التمييز بين المسالم والضار من الأساس، فإن الجسم قد يبالغ في رد فعله تجاه مواد غير ضارة، كأن يصاب المرء برد فعل تحسسي يهدد حياته بسبب لدغة نحل بسيطة. خلال 40 عاماً الأخيرة تقريباً، تضاعفت نسبة الأطفال المصابين بردود أفعال مفرطة للجهاز المناعي، مثل أنواع الحساسية ومرض الربو في العالم الغربي، وذلك رغم انحصار الأمراض المعدية إلى حد بعيد بفضل تحسن مستوى النظافة ونظم معالجة المياه والصرف الصحي وما إلى ذلك. ويوجد احتمال كبير في أن يكون الانتشار المتزايد للحساسية والربو يرجع جزئياً إلى أن البيئات التي نحيا فيها أنظف مما ينبغي ولا تعطي الجهاز المناعي فرصة كافية لتعلم التمييز بين الضار وغير الضار في سن مبكرة. فمثلما يكون تعلم الإنسان للغة الأجنبية أفضل في الصغر، فإن أجهزتنا المناعية تتعلم التمييز بين المواد الغريبة غير المؤذية والمواد المؤذية على أفضل وجه عند التعرض لها في مرحلة مبكرة من العمر. لهذا السبب فإن وجود لعاب الكلاب وكرات شعر القطط وأثار أقدام الحيوانات الموحلة حول الأم أثناء الحمل قد يساعد الجهاز المناعي للجسم على البدء بداية سليمة حتى قبل ولادة الجنين. ما زلنا لا نعرف بالضبط تأثير تعرض الأم للمزيد من البكتيريا على الجنين داخل الرحم، لكننا نعلم أن وجود حيوان أليف في الجوار قبل الولادة وبعدها قد يجنب الخلايا المناعية إضاعة هدفها كما تفعل الكلاب أحياناً.